الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أحيانا تحاول العمل على لوحة المفاتيح في الكمبيوتر، بمعنى مثلا إذا أردت تحديد الكل مثلا كنترول A، أو الحفظ كنترول S، أو النسخ كنترول C، أو اللصق كنترول V، تجد أن لوحة المفاتيح لا تعمل. فما الحل في هذه الطريقة؟ أنا بصراحة مرت بمشكلة، ويعني بحثت كثيرا حتى انحلت المشكلة، وهي كالتالي: أولا، اذهب إلى لوحة التحكم في جهاز الكمبيوتر، من ابدأ طبعا ابدأ ثم لوحة التحكم، ثم اتجه إلى اللغة. ستجد طبعا لغة الدولة التي أنت فيها اللي هي اللغة العربية، ثم تجد اللغة الإنجليزية، حدد اللغة الإنجليزية، ثم اذهب إلى خيارات أمامها، ثم اجعلها اللغة الأساسية، مكتوب اللغة الأساسية، أو باللغة الإنجليزية مكتوب make this the primary language، لكنها طبعا مكتوبة باللغة العربية عموما. اضغط عليها، اجعلها اللغة الأساسية، ثم اعمل حفظ. سيعود أو سيأتيك لوحة لإعادة تشغيل الكمبيوتر، أعد تشغيل الكمبيوتر، ثم افتح الكمبيوتر من جديد. ستجد واجهة الكمبيوتر أصبحت باللغة الإنجليزية. لا تقلق، ستعيدها أو سنعيدها الآن إلى اللغة العربية. ادخل إلى ابدأ ستارت، ثم كنترول بانل، ثم لانجويج، ثم اختر لغة الدولة التي تريد، يعني السعودية، مصر، اليمن، الأردن، إلى آخره. ثم اضغط على أوبشنز، خيارات، ثم اتجه إلى العبارة التالية: Make this the primary language. اضغط عليها. الآن أعد تشغيل الكمبيوتر، يعني سيكون إعادة إجبارية. ستجد أن لوحة المفاتيح بعد أن يفتح الكمبيوتر، افتح الوورد، ستجد أن لوحة المفاتيح الآن تعمل جميع اختصاراتها. تحياتي لكم.